السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بأقاليم جهة درعا تفيلات اليوم 25 نوفمبر 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المستبعدة منذ ظهور الوباء 98814 الحالة، الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 12673 حالة، حالات الشفاء 11586 حالة، الحالات قيد العلاج 822 حالة، حالات الوفيات 263 حالة. تقسيم حالات اليوم على حسب الأقاليم: إقليم ميدلت 2649 حالة، أي بزيادة 9 الحالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 2443 حالة، أي بزيادة 72 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 37 حالة. إقليم الرشيدية 4756 حالة، أي بزيادة 45 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 4267 حالة، أي بزيادة 35 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 108 الحالات. إقليم تنغير 1699 حالة، أي بزيادة 5 الحالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1574 حالة، أي بزيادة 16 الحالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 37 حالة، أي بزيادة حالتين الوفاة في 24 ساعة الماضية. إقليم ورزازات 2411 حالة، أي بزيادة 14 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 2249 حالة، أي بزيادة 7 الحالة الشفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 54 حالة. إقليم زاكورا 1158 حالة، أي بزيادة 8 الحالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1053 حالة، أي بزيادة 13 الحالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 27 حالة، أي بزيادة حالة وفاة واحدة في 24 ساعة. الله يرحم جميع موتى المسلمين.